واليوم غادي نشارك معاكم الحوت. الغداء كيجي بهذه الطريقه هذه، زوين بزاف بزاف. هنا شديته انا، غسلته وحكيت عليه الحامض وخليته واحد 10 دقائق بحال هكا كيشرب ديك الحامض باش ما كيبقاش فيه ديك الزفوريه، وضروري ما كنفلحوه بحال هكا مع الجناب. هو بشحال ما كبير بشحال ما كتفلحوه، انا درت فيه 4 الفلحات. هنا كما كتلاحظوا عندي معلقه صغيره عامره نتاع الكمون، معلقه ممسوحه نتاع الملحه، معلقه عامره صغيره نتاع سكنجبير، ومعلقه عامره نتاع التحميره، ومعلقه مقبه صغيره نتاع قزبر يابس ومطحون، وهنا نصف ملعقه نتاع الابزار كنوريها لكم في الجنب هنا باش ما يحررش لينا الحوت. عندي هنايا واحد ربع حامضه مصيره اللي قطعتها بها بالجلده ديالها بالقشره ديالها، عندي الزعتر واحد المعلقه صغيره، وعندي واحد 4 الدريسات نتاع الثومه محكوكين، وعندي هنا الزيتون الذي نعمره في الشعريه الصينيه، وعندي هنا ديك الصلصه الحاره اولا الهريسه اللي عندكم موجود استعملوه، وعندي هنايا صلصه الصوجه الا ما عندكمش ما ديروهاش كتبقى اختياريه. هنايا غادي نشد واحد ربع كاس نتاع الزيت كما كتلاحظوا، دايرها انا في ديك الزليفه الصغيره، جبت هنا واحد البول باش غادي ندير فيه ديك التشرميله، كنحط العطريه كامله، كنضيف ليها داك الثومه وداك الزعتر، داك الزعتر كيعطي واحد المذاق زوين بزاف للحوت البنات. وديك الحامض كنقطعوه رقيق حتى هو كيعطينا مذاق زوين. اللي ما عندهاش المصير تعصر واحد نص حامضه، انا حيت درت المصير صافي ما بغيتش ندير ديك نص حامضه، ندير واحد المعلقه كبيره نتاع صلصه الصوجه، انا هنا عندي ديك الثقيله، المهم خدموا بالثقيله ولا الخفيفه كاع عندهم نفس المذاق. ودرت واحد المعلقه حتى هي كبيره نتاع الصلصه الحاره، الصلصه الحاره انا هذه عندي راه ما حارش بزاف، الا كانت عندكم حاره بزاف كديروا معلقه صغيره باش هي كتنكه لينا غير ايوا المذاق. هنايا واحد شويه القزبر ومعدنوس انا عندي مقطعهم دايرهم في الكونجيلاتور صافي، وحركت هذيك الشرميله مزيان خلطتها مع بعضياتها، النص الكبير غادي نشرمل به الحوت والنص الصغير خليته غادي نشرمل به ديك الشعريه الصينيه اللي شديتها انايا، رطبتها في الماء مزيان خليتها ترطبت على خاطرها، وشديتها درتها في الصفايه قطعتها هكا بالمقص باش ما كتبقاش لينا طويله بحال هكاك، وضفت ليها حتى داك الزيتون حيت غادي نعمر بها الحوت. والحوت هنا البنات انا راني شديته حليته بحال هكا من الداخل، شوفوا كي محلول، غادي نشرب منه مزيان بحال هكا من الداخل، نعمر دوك الفليحات بالتشرميله باش كيجينا هذا الحوت بنين. وهنا هاد الحوتات البنات راهم هنا فيهم كيلو ونص تقريبا بجوج بيهم، خديتهم ب90 درهم، راه كاين فرق كبير ما بين هنا في الغرب والحسيمه، في الحسيمه فاش كنت في الحسيمه البنات بحال هكا هاد الحوت هذا راه كان كيتباع 100 120 درهم للكيلو وقيله، راه الاثمنه تما زايده بزاف ماشي بحال هنايا في الغرب، زعما صراحه هنايا كل شيء موجود، الخير موجود والاثمنه في المتناول نتاع الجميع. صافي هنا كما كتلاحظوا غادي نشرملهم مزيان من الداخل، شوفوا هاد الحوت راني حليته من الداخل كما كتلاحظوا باش كنصيبوا فين نحطوا هاد الشعريه الصينيه. صافي وغادي نخلط هاد الشعريه الصينيه مزيان بديك الشرموله وداك الزيتون، غادي نعمر بها الحوت. انا هنا درت جوج مربعات، ديك الشعريه الصينيه نتاع الشينوا ديك الحمراء نتاع الروز هي اللي خدمت بيها، كنشدها كنرطبها في الماء مزيان اولا تسلقوها شي شويه حيتاش هي كتكون شويه عازيه كتبغي الوقت، ماشي بحال ديك الزرقاء دغيا دغيا كترطب في الماء الطايب. صافي انا عمرت بها الحوتات واللي بقى غادي نديرهم بحال هكا تحت الحوت، وغادي نغطي بهذا البابي نتاع الطبخ باش يطيب ليا هذا الحوت دغيا دغيا وما يتحرقش ليا، الحوت راه دغيا كيطيب باش ما يتحرقش ليا من الفوق، خاصني ضروري نغطيه باش يبقى في اللون ديالو. انا البنات كتعجبهم هاد الشعريه هكا، على داكشي درتها بالزيت كثرتها بحال البنات اللي يعمروها غير في الحوت، ودرتو بحال هكا حوته ولا جوج حوتات كديرو غير مربع واحد حيتاش فاش كتسلقوها راها كتزكى ديك الشعريه. صافي ودرت هنايا واحد شويه زيت الزيتون غير شويه من الفوق بحال هكا باش يتحمر ليا الحوت ويجيني بنين، ورشيت عليه شويه الملحه حيتاش راكو شفتوني درت الملحه قليله في الوسط في الشرموله، درت عليه شويه الملحه من الفوق باش يجي حتى هو بنين. صافي غادي نغطيه هنا مزيان، وانا راني مسخنه الفران، انا درت غير الفران نتاع البوطه، يمكن لكم ديروا فران البوطه ولا الفران الكهربائي، غير هو خاصكم تسخنوا الفران مزيان وتجهدوه الماكسيموم ديالو باش دغيا دغيا كيطيب الحوت وما كيطلقش داك الماء ديالو بزاف. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب، انا راه خدام معايا نص ساعه في الفران، فران الغاز كيكون مجهد، انا حطيته غير في الطبقه الفوقانيه وخليته حتى طاب، ملي حليت عليه لقيته طاب حيدت داك البابي الفوقاني وخليته تحمر غير واحد شويه وحطيته. انا هنايا رافقته بهاد الخضره هذه سوطي، درت القرعه واللوبيا وخيزو فورتهم وسوطيتهم بشويه الزبده وشويه الربيع وشويه الثومه وشويه البزار وشويه سكينجبير، وصافي سلقت الباربه ودرت الشلاضه، كيجي هاد الغداء زوين بزاف، نتوما رافقوه بداكشي اللي بغيتو،
كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله وبحول الله.